أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة التواصل الاجتماعي، وسؤالنا اليوم: ما هو رأيك بالاعتصامات أمام الوزارات للمطالبة بإقالة الوزراء وتأثيرها على حياة المواطنين؟ مما وصل على موقع الحرة عراق في الفيسبوك ليث الساعدي: الاعتصام أمام الوزارات ظاهرة حيوية وهي رسالة إلى الحكومة والشعب بنفس الوقت، أما الحكومة فعليها تقديم استقالاتهم إن كانوا يبحثون عن تهدئة للشارع، وهي رسالة ليستيقظ الشعب من سباته ويطالب بحقه المسلوب. رضا الموسوي: المرحلة التي يمر بها العراق حساسة جدا ونحتاج فيها للحكماء، ونعرف أن أغلبية مكاتب الوزراء داخل المنطقة الخضراء، لذا الاعتصامات أمام مبنى الوزارات لا تقدم ولا تؤخر بقدر الضغط على رئيس الحكومة لتقديم كابينة جديدة تلبي الطموح. أحمد عاصم يقول: الوزارات والدوائر الحكومية نتاج لعملية المحاصصة متمثلة برؤساء هذه الوزارات وما تبعه من تفشي للفساد للاستفادة من هذه المناصب، وعليه خروج هذه المظاهرات أمام الوزارات عامل يجب استغلاله لإجبار القوى السياسية لتغيير نهج المحاصصة. أبو رهف يقول: ظاهرة شجاعة وحرية كاملة من أجل الضغط على الحكومة بعدما قاموا بالاعتصام أمام أبواب الخضراء، فيدل ذلك على استمرار الضغط على جميع فواصل الحكومة لتحقيق النجاح للبلد. أما ما جاء على موقع الحرة عراق تويتر، عمار نوري بلال يقول: أكيد لها تأثير مهم، ولكن لن تستقر الأمور في العراق إلا بمثل هذه الضغوط، وربما ستسوء الأمور أكثر حتى تنفرج الأزمة. قلم عراقي يقول: الاعتصامات يجب أن تكون أمام مجلس النواب وليس أمام الوزارات، وتعطيلها عن عملها وعرقلة سير شؤون المواطنين وتوقيف عمل الوزارات خطأ. بشار الرئيس: البرلمان هو المكان الوحيد للحل، والاعتصامات والشعارات في ظروف الحرب لا تزيد إلا تدهور البلد وضعفه الذي يفيد الأطراف الخارجية. أما كريتوس فيقول: تعطيل الحياة وقطع الطرق خطأ، الاعتصامات مطلوبة لكن في أماكنها الصحيحة دون التأثير على أرزاق الناس وحياتهم. أبو رامي: رجل أخذ على عاتقه مهمة إطعام الحمام كل صباح في أحد شوارع بغداد ليزرع الأمل والجمال بدلا من العبوات والألغام. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدي اليوم من تعليقات وأخبار منوعة، والآن عودة للزميل الحيدري لمواصلة نشرة أخبار العراق اليوم. شكرا جزيلا. محمد. شكرا.